معك زيد القباني المدير العام لشركة بومبونا. نحن شركة موجودة بالإمارات، فضل رب العالمين نحن عم نشتغل مع أهم الشخصيات الكرتونية مثل ماشا والدوب، مثل افتح يا سمسم يلي عم ينعرض على 15 محطة فضائية، وعم نشتغل مع كمان المصارعة الحرة WWE. نحن عنا حاليا 18 صنف عم نصنع بتركيا وعم نصنع بالإمارات، وفضل من رب العالمين عنا هلأ أسواق وكيل بالسعودية مع شركة عصام القباني، وعنا وكيل بالإمارات ووكيل بالكويت، وإن شاء الله عم نغطي كامل المناطق. نحن من خلال تجربتنا بمعرض فودكس حقيقة كان إن شاء الله وجدنا وكلاء لمناطق ما كان عنا إياها مثل الجزائر تونس، فكان بالنسبة لنا المعرض واعد وتجربة جيدة إن شاء الله. أكيد بيهمنا نتواجد بأي فعاليات بخلال هذا المعرض، وخاصة أنه نحن بجدة فعم نشوف اللي هن التجار مثل الهايبر ماركتس اللي نحن لازم نتواجد فيهم مثل باندا مانويل، ونبحث كمان إن شاء الله لتواجد يعني بشكل أوسع بالمملكة من خلال وكيلنا عصام القباني.